مرحبا. أمس سألنا سؤال، إيش الفرق بين الأسطورة والخرافة؟ سؤال جميل، وبالمختصر المفيد، الفرق الأهم بين الأسطورة والخرافة هو في التركيز على المعنى. فمثلا لا تركز الأساطير حول بعض الأشياء والحيوانات مما يدل على الحظ الجيد والسيء، بينما يمكن الخرافات أن تتمحور حول بعض الأشياء وحتى الحيوانات مما يدل على الحظ الجيد أو السيء. في الأسطورة عادة ما تتكشف القصة أو الأسطورة لتحتوي على عناصر خارقة للطبيعة مثل الآلهة، بينما الخرافات هي المعتقدات فقط لا تنبع من أي قصة. هذا كان باختصار الفرق بين الخرافة والأسطورة. تقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال، وصوما مقبولا، وإفطارا شهيا. طابت أوقاتكم.